Alors, la question 5, déterminer l'intensité et du courant dans le moteur en fonction de VER alpha. Donc, l'intensité et le courant, il est constant. Donc, la question numéro 5, en fonction de VER alpha. Donc, en général, des lois de Mayle. Est-ce que Mayle a de la Mayle? Ça fait. Donc, quand là, on a la première chose, on a la U. On a la même chose, donc V et E. ديجا واحد القضيه قبل ما نمشي بعدا معاهم ما نمشيش معاها اي واش كيتسمى هذا الكورون هذا التونسيون هذا التونسيون هو يو ال و اي اي هذا راه اللي غيهبط راه عاوتاني ياك دونك هذا التونسيون هو يو ار كونفونسيون ريسبتور اصطلاح مستقبل يعني كيكونوا معاكسين ياك كيكون التونسيون الكورون معاكسين حيت اي هذا ريسبتور وهذا ريسبتور هذه شارج وهذه شارج دابا ملي عندي التونسيون يو ار والتونسيون او والتونسيون يو ال دابا نقدر ندير الواد مايل يلا دابا نمشي في هذا لو سونس انا غادي في هذا الاتجاه غادي دي معاك هادي هاي دي معاك او زائد او انت غادي دي معاك او ار دونك زائد او ار انت غادي دي معاك او ال دونك زائد او ال انت غادي رجع باش ترجع تعكسي مع او دونك دابا غادير ناقص او هادشي كامل يساوي صفر علاش لانك صافي غترجع غترجع للنقطه ديالك دابا راه ما يكملاتش الوغ دابا شحال كتساوي او شحال كتساوي او 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 غنجيبها هنايا غتبقى عندي هي او بلوس او ار بلوس او ال ايكالا او ها العلاقه لقيتها مزيان دابا غنمشي نقلب على شحال كتساوي او ال وعلى شحال كتساوي او ار او ار باينه هي ار فوا اي هي ار فوا اي اللي هي ار حنا ديجا عرفنا بان اي صغيره راه هو راه كونستون علاش حيت عندي بوبين دو ليستاج تري بيان دابا غنمشيو نلقاو يو ال يو ال شناهي يو ال باغ ديفينيسيون هي ال دي دو اي سور دي تي ديريفي اللي هي ال اش قلنا حنا اي راه قلنا كونستونت دونك هي ال دي ديال اي سور دي تي ولكن الاشكال هو ان هذه راه كونستون والديريفي ديال شي حاجه كونستون شي كارا زيرو دونك يو ال ايكالا زيرو غطير في هذه الحاله دونك يو ال ما تبقاش غتبقى عندي فقط او زائد يو ار ايكالا زيرو ايكالا او ماشي زيرو هادي هادي راه او ار ايكالا اي صافي ولكن دائما لوبجيكتيف عندي انا لوبجيكتيف هو خصني نجبد اي دونك عندي اش عندي دابا او زائد يو ار ايكالا او الوغ شنو يو ار يو ار راه هي اللي فيها اي هي او ناقص او وشني يو ار هي ار فوا اي يو ناقص او دونك دابا شنو هي اي اللي كنقلب على انا هي يو ناقص او على ار نقدر كاع ندير واحد لا ميثود مزيانه كاع باش ما نخربقكمش غنجي ندخل لا فالور موين ندخل لا فالور حيت دابا انا الا لقيت انا خاصني الفا وخاصني في ندخل لا فالور موين نو ندخل لا فالور موين هنا لا فالور موين ار ثابته شوف لا فالور موين مثلا ديال واحد خمسة اكس راه خمسة ممكن تخرج حيت لا فالور موين شنو هي راه الانتيغرال يعني خمسة ممكن يخرج من الانتيغرال دونك اي راه ثابتة و اي هي ثابتة كي تدير لا فالور شوف عقل لا فالور موين ديال شي حاجة كونستون راه هي نفسها دابا اي كونستون و اي راه هو كونستون دونك هي ار اي هنا جو في ديستريبيي لا فالور موين دونك لا فالور موين تاع او ناقص او هي لا فالور موين دو او ناقص لا فالور موين دو او هاد اتش هاد او جي راه كونستونت لا فورس الكترومغنيتيك تاع الموتور هادي راه هي سي اون كونستونت علاش حيت حنا خدامين اكوبل كونستون يعني معنى اخر افيتاس كونستونت يعني او كونستونت دونك او غنعوض حتى هي بو غيبقى ليا في الاخر شحال غيبقى ليا غتبقى ليا بان ار اي ايكال شحال لا فالور موين ديال اي حسبناها قبيله لا فالور موين ديال اي لقيناها هي الفا فوا في دونك هادي غنعوضها بالفا هاي بانت دابا الفا وهاي بانت في ولا فالور موين دو اي هي او دابا غنقسم بغيت انا اي انا كنقلب على اي بدلالات دونك اي شناهي هي الفا في موان او سيغ ار فوالا انا لقيت اي بدلالات الفا بدلالات في بدلالات او بدلالات ار اسكو سي كلير لا كيستيون سويفونت قالك ابليكاسيون نوميريك قالك كالكيلي اي وكالكيلي اي وكالكيلي اي دي بور في ايكالا 220 و او 145 و الفا ايكالا دونك هنا غنديرو واحد البوز بما درت لو كالكول باش ما نضيع باش ما نقطعش الفيديو على الاخ الخاوي دونك هما دابا اول مره كيعطيوني الفا قالوا لي الفا هي 0.7 سي تادير جيتي تشوف اون رياليتي
الفا خاصها تكون هنا تقريبا، تكون قريبة، لان 70 شنو هي 0.7، شنو هي الفا تي؟ هي 0.7 من تي، يعني تقريبا هي 70% من تي، يعني خاصها تكون قريبة هنا اكثر. مي حنا ما في الاول ما كناش عارفين، مي كتخدم اون جينيرال، ما عطيتش ما عطيتش لي دوني، كنكون حكم عليك من الاول كنت غادير السلم وتلقاها بالضبط فين غتحط، دير الفا تي وتلقى شحال كتمثل من سنتيمتر. الوغ بغينا دابا لا فالور موين ديال او، كيسيون 6، لا فالور موين ديال او كنا لقيناها شحال؟ لقيناها هي الفا فوا في، يعني هي 0.7 فوا في، يعني هي 0.7 في 220، دونك هي 0.7 في 220 غتعطيك هي 154، 154 فولت. من بعد قال لك الاي، شنو هو اي؟ اي لقيناه شنو هو عقلتو؟ لقيناه دابا لقيناه هو الفا او، هو دا لقيناه هو الفا في ناقص او لا ار، لقيناه هو الفا في ناقص او لا ار. خصهم يكونوا عاطيني ديجا او، ها هما عطوني او 145، دونك انا كونستونت الفا في. شنو هي الفا في؟ الفا في يلاه حسبتها دابا، هذه هي الفا في، دونك هي 154 ناقص 145 على ار، ار هي واحد، راه قالوا لي قبيله، ها هي ار هي واحد، دونك هي 154 ناقص 145 على واحد، اللي هي 9 امبير. من بعد بغينا لافالوغ موين ديال اي دي نحسبوها، لافالوغ موين ديال اي دي، لافالوغ موين ديال اي دي شحال كنا لقيناها؟ نرجعو للور، لافالوغ موين دو اي دي، فوالا لقيناها هي هي هادي، لافالوغ موين ديال اي دي لقيناها هي اي في واحد ناقص الفا، اي في واحد ناقص الفا، لقيناها هي هادي اللي لقينا دابا في واحد ناقص الفا. سيتادير شنو هي اي؟ اي هي تسعود في واحد ناقص الفا في واحد ناقص 0.7، بيان سور غيخرج بالامبير، دونك هي تسعود في واحد ناقص 0.7 اللي هو شحال؟ اللي هو جوج فاصلة سبعة امبير، دونك هادي هي لا فالور موين دو اي دي. La question suivante, il nous demande. Voilà, ça fait d'abord la question numéro 6. La question numéro 7, c'est établir la relation liant n dire le moteur à alpha pour E. Pour E égale à 0, attaque de la relation, attaque de la relation mabine H. Et déjà, on a fait bien E, il y a K fois, fois oméga. Ou là, E égale à machin, ou à la constante K' fois n. Avec un n bitur par minute, ou des radians par seconde, c'est-à-dire la vitesse de rotation, c'est-à-dire la vitesse de rotation. C'est-à-dire la qualité de le moteur à courant continu. Alors, on a déjà cherché là. Donc, sachant que R est 1 ohm, ou V est 220, ou I est 9 ampères. Ça fait c'est assez simple. On a réel H. Vous voyez, il y a une relation avec l'ion H. L'ion N dit le moteur, établir la relation l'ion la vitesse N du moteur à alpha pour la vitesse du moteur avec alpha, sachant que V, R, etc. Pardon. Donc la question, Brina H, Brina la vitesse N du moteur à alpha. Brina N en fonction de alpha. Mais maintenant, il a réussi alpha, je vais voir la vitesse. واش الا كبرت الفا غيكبر لا فيتاس، واش الا صغرت الفا غيصغر لا فيتاس. هذه هي ليدي اللي كاينه دابا حاليا، هذه لا كوموند، حيت الفا فين كاينه؟ الفا راهي اللي راهي اللي راه كديليفرا، راه كتخرج من لا كارت دو كوموند. اوكي، دونك لا كارت دو كوموند سي سي كي ديتيرمين هذاك الفا، اشاك فوا اشاك تي كتعطيك واحد الفا. بيان سيغ اليد كدير ان بوتونسيومتر، تبقى تشونجي اشاك فوا تشونجي الفا. بمعنى اخر بغينا نشوفوا لي في ديال الفا سيغ لا فيتاس ديال الموتور، حيت من الاخر راه لاشور قلنا في هذه الحاله ديرينو كوم ان فارياتور دو فيتيس بحال شي سيراتور. الو حنا في الاول قلنا بان اي هي شحال؟ هي الفا في ناقص او على ار. ها هي لقينا هنا لقينا هاد العلاقه هادي ياك. تخي بيان، واش قال لي؟ قال لي اي هي تفعود، يعني راه ديجا لقيتها انا صافقين هاد اي، هاد اي راه لي يحسب هنا هو عطى لي هنا، الى نعود مثلا ما حسبتش في لا كيستيون 6. دونك دابا ندير علاقه نيشان. دونك هاد ار نطلع الفوق، غتبقى عندي شحال؟ غتبقى عندي هي اي فوا ار ايكال الفا في موان او، اي هي تسعود و ار هي واحد ياك. دونك هنا غتبقى عندي تسعود، يعني هنا الفا في ناقص او. انا اش باغي؟ يعني اش هي تسعود الفا في موان او، شنو هي او؟ هي عندي بغينا ليون ان، هاي ان اون فونكسيون دو الفا، او غنعوضها بصفر 153 فوا ان. غنعوضها بصفر
153 فوا ان. انا باغي ان بدلاله الفا فذلك ان خاصني نخليها في جهه واش الاخر كاع ندوز للجهه الاخرى. دونك غتبقى عندي شحال؟ شوف هاد الفا في غندوز على هاد الجهه غتبقى عندي هي تسعود ناقص الفا في واش يساوي هنا شحال؟ 0 153 ان. دابا غنضرب كلشي في ناقص صافي غتشوف باش ناقص نطيرها من هنا غتبقى عندي شحال هنايا؟ غتبقى عندي هي ناقص تسعود ناقص الفا في تساوي 0 153 ان. يعني شنو هي ان دابا اللي كنقلب عليها انا من الاخر؟ هي ناقص ياك نقسم دابا انا بغيت ان بدلالات هي ناقص تسعود ناقص الفا في على 0 153 ياك لي دونك ان جنايا ناخذ ديك ناقص هي الفا في ناقص تسعود على 0 153 اللي هي شحال؟ اللي هي الفا. الفا راه فاريابل ما يمكنش نغيرها دابا في هذه الحالة. الفا راه ما يمكنش نعوضها ب 0.7 دابا راه اللي فاريابل اللي غيجي نعوضها ب 0.7 لا هنا راه لا غولاسيون لا فونكسيون دابا دالة يعني اف الفا ممكن تاخذ دي فالور ما بين 0 و 1 دونك غتبقى عندي هي في على 0 153 ناقص تسعود على 0 153 دونك ان لا فيتيس اللي كتكون بيان سور بتور بار مينوت ياك عطيني شحال شني في في راه هي هما عطوني في في بيان سور هي 220 هما عطاو لي في هاد ليكزيرسيس هاي في قال لي راه هي 220 شي راه شوف قال لك هنا ايتابي لا غولاسيون وعطاك غير ار و في و اي ما عطاكش الفا بحال بغا يقول زعما اتونسيون الفا راه ما كنعوضوش ب 0.7 حيت ابخي قال لك دير لا فونكسيون دونك هي الفا خاصها تبقى 220 على 0 153 تعود على 0 153 حسب هادشي بكالكولاتريس في الاخر غنلقاو بان ان ايكال 220 ديفيزي باغ 0 153 دونك كتبقى ليا هي 1437.90 الفا ناقص تعود على 0 153 على زائد ناقص 58.82 دونك لقيتي اش؟ احنا لقينا ان دلالة الفا ولقينا دلالة الوفية يعني فونكسيون افين لينيير صافيين. هنا بيان سور il suffit de vérifier les calculs انا شي كنكالكولي انا ديريكتومون دونك نفيريفي 220 مقسوم على 0 153 تعطيني هي هاديك و تسعود مقسوم على 0 153 غتعطينا هي 58.82 دونك هادي لا غولاسيون. ولا ديغنييغ كيستيون كانت متوقعة قال لك تخاصي ان اون فونكسيون دو الفا هادي فونكسيون افين فونكسيون لينيير يعني غنديرو بحال هكا غنحطو ان هادي لا فارياسيون دو ان افيك الفا يعني ملي كتغير الفا كيفاش كتغير لا فيتيس يعني الفا عندها علاقة بلا فيتيس غتخرج بفونكسيون الكويفيسيون ديريكتور هنا موجب دونك ناخدو مثلا بوغ الفا ايكالا زيرو مثلا إذا كانت الفا ايكالا زيرو عطاتك شحال؟ عطاتك تقريبا شوف إذا عوضتي هنا بزيرو غتبقى لك شحال؟ هي ناقص 58.82 إذا عوضت الفا باغ اكزومبل مثلا بواحد مثلا حيت الفا راه قلنا ما بين صفر وواحد هو الماكس ديالها ناخذ لافالور ماكسيمال ديالها كاع شحال عطاتك؟ عوض هنا بواحد غتبقى لك هي 1437.90 ونقص منها 58.82 غتعطيك 1000 غتعطيك بيان سور 1379.08 دونك هادي هي النقطة. المهم بمعنى آخر لا دغوات غتكون دايره كيلكو باغ بحال هادشي باردون ما ريكلتهاش دونك هادي لا دغوات غتكون كتمر من هاد البوان ومن هاد البوان صافي. لا دغوات اليمونطونت علاش؟ حيت الكويفيسيون ديريكتور راه الي بوزيتيف يعني ا في بريو غرادور بالنسبه لي هذه هي ا وهذه هي بي هذا الارشوب عندنا الاصل لوردوني على اوريجين وكنكون بالتالي بيان سي خدمنا هذا ليكزيرسيس. ممكن تزيدو تخدموا هذا ليكزيرسيس هذا اكزيرسيس ديال لاشور ممكن عاوتاني تزيدو تخدموا هذا ليكزيرسيس حتى هو باش تضبطوا هادشي مزيان اكسيتيرا صافي. ومن بعد ان شاء الله غندوزو لي زونديلور.